السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم عن الفنانة الراحلة علوية جميل رمت يمين الطلاق على درتها بنفسها اليهودية الجبارة، وكان بيخاف منها محمود المليجي، وهنحكي تفاصيل كتير جدا عن حياتها الشخصية أو الفنية. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الحصرية أول بأول، وبنشكر حضراتكم عن دعمكم للقناة وجزاكم عنا كل خير. توفت الفنانة علوية جميل إلا إنها كانت شديدة الحرص على الابتعاد عن الأضواء قبل وفاتها بدون سبب واضح، وربما لكثرة ما كتب عنها حول ديانتها أو أصولها، فهي من أصول لبنانية يهودية واسمها الحقيقي هو إليا صباط خليل مجدلاني، وهجرت هي وأسرتها إلى مصر بعد شهر إسلامهم جميعا، وهي من مواليد 15 ديسمبر عام 1910، وتعلمت في مدارس الراهبات بالأسكندرية. وهناك أقاويل أنها اختفت علوية جميل لهذا السبب، وربما أيضا لسبب آخر وهو زواجها من محمود المليجي بعد قصة حب كبيرة. تزوجت علوية جميل قبل زواجها من محمود المليجي وهي عندها 16 سنة، وأنجبت من زوجها الأول قبل انفصاله عنها 3 أبناء. تزوجت من محمود المليجي واستمر الزواج 44 عام، ولكنها لم تنجب منه أي أبناء. وتزوج محمود المليجي علوية جميل، وكان حديث الوسط الفني، فقد كان محمود المليجي يطلق على زوجته لقب المرأة الحديدية بسبب شدتها ومنعها ليه باستضافة أي أصدقاء في المنزل للسهر، وكانت بتراقبه بشدة، وكان سبب شدتها إن هو ليه علاقات نسائية كثيرة، وإن هي أدوارها في السينما نفس شخصيتها في الحقيقة. وهذه الشخصية القوية دفعت المليجي أن يكون له محطة كبيرة جدا في عالم الفن، وإن بيرتبط قصة الحب دي كان في أولها الفنانة درية أحمد اللي تزوجها على علوية جميل في السر، وكانت زميلته في فرقة إسماعيل ياسين. وعندما علمت علوية جميل بالخبر أجبرت محمود المليجي على الابتعاد عنها، وكمان أجبرت الفنان الراحل إسماعيل ياسين بطردها من الفرقة، واستخدمت في ذلك القوة قوة شخصيتها وسيطرتها على الوسط الفني كمان مش على محمود المليجي بس. الفنان محمود المليجي تعرف على الممثلة اللبنانية فوزية الأنصاري، وكمان كان في قصة حب ما بينهم وانتهت بالفعل بالزواج، إلا إن علوية جميل عرفت أيضا بسرعة وأجبرته على أنه يتم الطلاق بعد 3 أيام فقط من الزواج. تحدثت الفنانة علوية جميل مع طليقة زوجها في الهاتف وأخبرتها بأنها طالق من زوجها، وكمان طلقتها بالتلاتة. وعلوية جميل كانت بتلقي المونولوج، فكان هي من بلد أم كلثوم، وقد غير لها اسمها الفنان الكبير يوسف وهبي بعد أن انضمت إليه في فرقة رمسيس، وكان عمرها في الوقت ده 15 سنة. واستمرت علوية جميل كبطلة عروض الفرقة المسرحية حتى جاءت بعد 5 سنوات فقط فرصة الاشتراك في أول عمل سينمائي وهو زينب سنة 1930، كما شاركت عبد الوهاب كمان في يوم سعيد، وشاركت بالعديد من الأعمال الفنية الرائعة. أما عن اعتزالها فكسرت الأقاويل بأن أول مقيل إنها اعتزلت في سنة 1964 وتفرغت لخدمة زوجها محمود المليجي حتى وفاته في 1983، والبعض قال أنها اعتزلت في 1967 بعد الحرب، وكان هذه نتيجة سوء حالتها النفسية، عن أن المجتمع كان يرفض التعامل مع أي يهودي الديانة، حتى من ذوي الأصول اليهودية كان يرفض التعامل معهم.
أيضا كان سبب في حزنها الشديد كمان هو وفاة الفنان محمود المليجي شريك حياتها، حتى توفت في 16 أغسطس عام 1994 في منزلها دون حضور أي شخص فني لمراسم العزاء. رحم الله الفنانة القديرة علوية جميل.